نتاع الصباح تحيه لكم انتم يلحقتوا بينا في الاستماع كالعاده. تابعونا على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي والباج برنامج برايم تايم باي راديو ميت. وكالعاده جات محلانا ايمان كيزاني مختصه في العلاج الطبيعي. صباح النور. صباح الخير وتسلم. صباح لاباس الحمد لله. في نشاط وحيويه سيرتو كي نحكيو على موضوع يهم برشا العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا. فئه كبيره من الناس الصغار الكبار ما عادش فما حدود بالنسبه للحاجه هذه, هو البرد في الظهر ولا في الركاي معناتها. دونك باش نحكيو على الموضوع هذا اللي سيرتو يتحير برشا في الشتاء ديجا. باش نحكيو على الارتروز دو جنو اللي هو بالعاميه نتاعنا نقولوا برد في الركيب, اما هو ما عنده حتى علاقه يا اسامه بالبرد. هذه اللي قلتها لي من بكري, قلت لك كيفاش البرد في الركيب وما عنده حتى علاقه بالبرد؟ ما عنده حتى علاقه لا بالبرد لا بالسخانه. الارتروز دو جنو اللي هو البرد بالعاميه نتاعنا هو سي اون ديستركسيون دو كارتيلاج. ايش معناها؟ معناها في احنا في الركبه نتاعنا العظام اللي كوفري مغطي بقروش. الابيسور نتاعو ابري اون موين 5 ملم. القروش هذاك يتاكل مش بالبرد, اسباب اخرى. داكور. علاش خاطر برشا عباد يقول لك ولا القروش نتاع ركبته ما عادش موجود ولا تفتفت ولا يبدا يتاكل يضعاف يتاكل يضعاف. هذيك هي الارتروس. معناتها البرد ما عنده حتى علاقه بالموضوع هذا. ما عنده حتى علاقه. خاطر برشا يقول لك البرد ومثلا نحن تو في ديارنا وفي في العموميات نتاعنا نقولوا مثلا الانسان اللي يمشي برشا حافيان مثلا عنده للبرد, ما ترقدش وانت لازمك تتغطى سينو راهو فما برد. لا مع البرد ما عنده حتى علاقه. الارتروس حاجه ميكانيك, معناها مش العبيد اللي يسكنوا في بلايص بارده يجيهم الارتروس والعبيد يسكنوا. صحيح لوجيك. لا عندها اسباب اخرى, اما اون توكا ماهيش متعلقه بالبرد جمله وجمله. شنو الاسباب نتاعها بالضبط؟ الاسباب باهي تنقسم الى صنفين. صنف بريميتيف, سامحني فما كلمات يمكن ما نقولهمش بالفرنسيه يفقدوا المعنى الطبي نتاعهم. صنف بريميتيف وصنف سكوندير. اش معناها البريميتيف؟ ها باش نحاول نفسرها بالعربي. معناها الارتروس تجيك من غير سبب, ما عندهاش سبب. والسكوندير عندها سبب, معناها فما مرض والا سبب يخليك الكارتيلاج معناها القروش نتاعك يتاكل. معناتها فما حاجه تجي من غير اسباب والاخرى عندها اسباب معينه نتاعها اللي خلتها تجي. الصنف البريميتيف اللي من غير سبب, كي نلاحظوا اللي الارتروز تجي للاشخاص اللي فوق عمرهم ال 50 سنه, كي تفوت ال 50 سنه معناها تولي عندك فما إمكانية باش تمرض بالارتروز هذيا. باهي لوبيزيتي زيدا السمنة. السمنة ان فاكتور معناها بارمي الحاجات المؤهلة انها تحضر الانسان باش يكون عنده ارتروز. السمنة البوا الزايد هو اللي يخلي. باهي انا نعطيك ان اكزومبل كيما نقولوا كرهبة عجيليها عندها 4 عجيلي طايبين شوية. كي نحطوا فيها 10 عبيد نحن باش تمشي لين العجيلي سيد تسقط معناها فهمت. دونك دو بريفيرونس نحطوا فيها 2 عبيد وبشويه ولا نعملوا سبور ولا نعملوا سبور. فما زيد سبب اخر ينجم يكون ديفورماسيون تاع لي مومبر انفيريور. اش معناها؟ عويجي يكون في الساقين هاك الاكس والاو اذن كنشوفوهم نشوفوهم عند الكوارجيه سورتو او ساقي تلقاه او هذاك زيد عنده ريسك باش يل ديفلوب معناها الارتروس. معناتها مش المشكلة انه فما برد ولا ما فماش برد, معناتها ثم اسباب اخرى في حياتنا اليوميه نتعرضوا لها نجموا يكونوا هما تخلي ومدخل تخلي القروش يتاكل. هذه بالنسبه للاسباب البريميتيف. السكوندير معناها فما مرض ولا سبب يخلي الارتروس جيك في ركبتك اللي هي باغ اكزومبل ليغامون كروزي هاك الأربطة المتقاطعة. داكور دو معناها عبد يعمل ليغامون كروزي فما عنده ريسك باش في المستقبل يكون عنده ارتروس. باهي المينيسك هذوما حاجات راهو موجودين في الركبة الحاجات اللي تتكون منهم الركبة. المينيسك يتضرب, المينيسك هو عبارة على مخدة صغيرة هي تحمي الركبة باش القروش ما يتاكلش. كي تضرب بهذاك القروش باش يتاكل. فراكتور كسرة كي تكسر الركبة باش تكسر العظام باش تكسر مع الكارتيلاج اللي هو القروش مش تكسر العظام والقروش يقعد ما يتكسرش. باهي انفيكسيون نجم تكون انفيكسيون. فما زيد لي مالادي انفلاماتوار اللي هما الامراض الالتهابية كيما القوت النقرس نقولوا له النقرس هذوما الكل حاجات تخلي الارتروز
معناها ال سانستال في الركبه نتاعنا والقروش نتاعنا يتك خبيا باهي. خلينا نحكيوا لهنا خاطر ساعات كي نسمعوا احنا نرجعوا الكلمه العاميه اللي هي البرد في الركاب ولا في الدار نسمعوا الاكثريه يقول لك عند الرجال الكبار، لكن توا نسمعوا اللي فما صغار نساء رجال معناتها ما عادش معروفه بعمر معين. دونك هي الاكثريه تلقاها كما قلت لك فوق الخمسين سنه واحنا ماشيين توا نلقاوها، نجموا نلقاوها عند الصغار خاطر ليجين دو في نتاعهم غالطه، طريقة العيش متاعهم غالطة. ستريس من الستريس اللي نعيشوا فيه نقعدوا البوزيسيون تاعنا باغ اكزومبل في الخدمة تبدا غالطة. مانيش لاهيين برواحنا كوم يلفو، دوكو برشا أمراض توا قاعدين نشوفوا فيها كانت معناها العبيد الكبار يمرضوا بها توا موجودة حتى عند الصغار. يمكن فماش وعي زادة بأنه الحاجة هذه معناتها تنجم تتضرر في البدن معناتها كيف كيف أي حاجة. ما فماش وعي، فماش وعي، نقوم هاك تشوف اجري 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 ما عادش العبد ينجم يركز شوية في حياته. تخي بيان تخي بيان. لكن ساعات اللي عنده برد في الركاب يقول لك أنا معناتها نمشي للحمام، نمشي لحاجة فيها برشا سخانة باش نداويها، معناتها الحاجة هذه والعادة هذه معناتها صحيح صحيحة مش صحيحة مش صحيحة برشا. بالعكس بالعكس ديما نعاود ونقول نعاود ونقول ماهيش مربوطة بالبرد دونك علاش. والحمام كيما قلت لك سي اون شالور اوميد، حاجة فيها لوميديتي الرطوبة، الرطوبة ماهيش باهية للمفاصل ماهيش باهية. العلاج العلاج طرق العلاج باه، أول حاجة ليجين دو في نعملوا حالة توعية للي باسيون نتاعنا اللي لازمهم يبدلوا طريقة العيش نتاعهم الغالطة قبل راهو ما نحكيو على الدواء ولا على المساج على الغي ايدوكاسيون، خاطر نجمو نعطيوه دواء العالم الكل ويعمل 20 ولا 100 نحسها مساج وما يبراش، خاطر هو طريقة العيش نتاعو غالطة. دونك حياته اليومية لازم تتصلح وتتنظم ديجا. تتنظم كيفاش؟ أول حاجة تنقيس في الميزان، إذيك في أي صدقني في أي مرض راهو لازم الإنسان ينقص في الميزان، راهو السمنة تزيد تعكر الأحوال معناها. نقول من الصولة السمنة معناتها حتى العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا معناتها مهم برشا أنهم يعملوا سبورت. مهم مهم مهم، أظن كتو من بعد نعطي كلك نصائح باه. ينقص أول حاجة لو بوا معناها يحاول ينقص في الميزان ويعمل سكون أبيل أون إيكونومي أرتيكولار، الاقتصاد في المفاصل كيما نقتصدوا في الماء والضوء نقتصدوا في بدننا. كيفاش هذا؟ معناها امراه دارها بالدروش ما تقعدش طالعه هابطه طالعه هابطه في الدروش تعب في روحها، تحاول اون فوا لمت معناها الحاجات اللي حاجتها بهم من الفوق تهبطهم اون فوا بوغ توت اللوطه، ما تقعدش ماشيه جايه والا تقضي وهي مطبصه والا العبد باغ اكزومبل يقف برشا ولا يقعد برشا. ما لازمش العبد يتعب، ما تتحكم في النشاط نتاعو باش ما يتعبش روحه ديجا. الاقتصاد عندك تعرف روحك عندك ارتروز تقتصد شويه في حاجه باش تعملها في 10 مرات تعملها في مرتين باغ اكزومبل. فوالا هذا شنو نقصد به. بعد نتعديو للتريتمون ميديكال بيان سور، اي مريض باش عنده الارتروز باش يمشي للطبيب يشخص له الحاله نتاعو وبالطبيعه باش يعطيه ان تريتمون ميديكال يكون اونتالجيك ينحي الوجيع اونتي انفلاماتوار ينحي الالتهابات كان عنده. ولاحظت فما حاجه مهمه جدا مهمه على الاخر، فما دواء يعطيه هذا الميدسان للمرضى اللي عندهم الارتروز اسمه ستركتور. لاحظت العبيد اللي تاخو الدواء هذايا تحس بتحسن، هذايا ملاحظة معناها أنا شفتها. والعبيد اللي ما تاخوش ستركتوم تقول لك نزلت موجوعة متقلقة وهي راهو حاجة مقلقة على الأخر. توجع توجع بالقدي معناها ركيبك يبداو معناها اون بيرمانونس. اي ديجا معناتها العبيد اللي يسمعوا فينا وعنده بالبرد يعرفوا معناتها وجيعة كبيرة برشا. وجيعة كبيرة برشا. ما تخليكش حتى تمشي، تبدل خطوة بخطوة تشوفهم. أنا ساعات نشوفهم في الشارع تبدا مرأة كبيرة ولا رجل كبير مسكن معناها يبدا ديفيسيلمون باش يمشي. نعرف اللي هو عنده أخطاء. ديجا تلقاو مثلا ساعات إنسان يمشي تدنكو يعمل بوز معناتها بتاع الدرج درجي معناتها باش يرجع معناتها معناتها الساق ولا حاجة تقول له شبيك يقول لك والله ظهري وعندي البرد ويا دونك هذيا حاجة متعبة برشا معناتها حكاية البرد. ماذا بينا العباد اللي يسمعوا فينا يردوا بالهم على رواحهم. خلينا نختموا مع النصائح خاطر الوقت يزرف فينا إيمان. داكوردو بعد نمشيو للنصائح اليوم باش يكونوا بيان سور نقصوا من البوا اهم حاجه اهم حاجه ونعملوا سبور سورتو لا مارش لازمهم يمشيو ويعملوا حتى نص ساعه 40 مينوت في النهار 40 دقيقه مشي وكان عنده كما قلت لك قبيله باغمي الاسباب اللي يعملوا الارتروز ليغامون كروزي ولا نقرص ولا ايديوي
باش ما يكونوش سبب يخلي الارتروز تجي. تحية بليل التاكسي اللي قاعدين يسمعوا فينا سيرتو محمد علي يقول لك انا عندي البرد في داري على خاطرني عندي 12 سنه نخدم في التاكسي دونك القاعده في التاكسي وبعدت على السبور دونك خلتني زاد عندي البرد هذه حاجه مهمه برشا دونك العباد اللي تخدم سواء في ساقي النقل العمومي او الخاص او نحكيو زاد على العباد اللي في البيروات ماذا بيا زاد تخرج تعمل السبور مهم برشا معناتها البرد في الظهر ولا في الركبه ماهوش من البرد لكن من حاجات اخرين نجموا يصيرونا في حياتنا اليوميه مهم برشا معناتها سبور. تحيه معناتها محمد علي قاعد يسمع فينا ديجا اللي عطانا الملاحظه هذه معناتها ديجا معناتها العباد اللي تقعد برشا على الكرسي لسنوات طويله معناتها إيه تخلي البرد يكون موجود ديجا بالطبيعه ما يعملش سبور نهار الكل البوزيسيون نتاعو هذيك خدمته ربي يعينو قاعد معناها في بوزيسيون برولونجي كو سو سوا واقف برشا ولا قاعد برشا سي نورمال باش دونك العباد اللي يسمعوا فينا دونك نشجعهم الاكثر على السبور دونك السبور وتنقيس الميزان السبور وتنقيس الميزان شكرا لك بارك الله فيك ايمان على النصائح هذه الكل تنجم تعاود تفرج في الفيديو تلقاوه تو سويت على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي. شكرا لكم على استماعكم لينا في صبحيه اليوم شويه اخر عندكم الموعد مع موجة الصباح من 10 حتى نص نهار ميدي ميد من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعاده تنجم تعاود تفرج في الفيديو تلقاوه تو سويت على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي نتقابلوا غدوه في برايم تايم جديد اخر برونشي على راديو